مشاهدي الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير أينما كنتم في الجزائر وخارج الجزائر. تشاهدون قناة الشروق وبرنامج وفعلوا الخير في موسمه الثامن. كما ذكرنا في الحلقة الماضية، برنامج وفعل الخير يبقى دائما موجودا إلى جنب الجزائريين وفي الشبكة البرامجية لقنوات الشروق، وأيضا جنبا إلى جنب مع المواطنين الجزائريين. صحيح أن الظروف تتغير، ولكن برنامج وفعل الخير يكيف دائما مع الظروف. أرحب أيضا بالشيخ فيزازي بغدادي، مرحبا بكم شيخ، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يبارك فيك، قدوم مبارك شيخ، بارك الله فيك. جيتنا اليوم من وهران رغم هذا الحجر الصحي، في ميزان الحسنات إن شاء الله. ولا شك أنه كثيرين أو كثيرون خارج بيوتهم الآن، ليس كسرا لقاعدة الحجر الصحي، ولكن ربما هو الواجب من أطباء ومن أعوان الحماية المدنية، ربما من أسلاك أمنية، وأيضا من تجار وصحفيين وما إلى ذلك. شيخ، اليوم مرض كورونا أيضا ينتشر، وأعتقد أنه يقدم لنا دروس كثيرة. صحيح ربما يأخذ كثير من الأرواح، نترحم على كل الذين فقدناهم، ولكن يعطينا دروس كمواطنين كسلطة أن هذا الوضع الذي نعيشه الآن يجب أن لا يتكرر مستقبلا، ويجب أن نأخذ الحيطة دائما، تكون هناك عدالة اجتماعية، تكون هناك حريات، يكون هناك اقتصاد قوي، وأيضا يكون هناك استشراف للمخاطر الممكنة في المستقبل. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أولا نترحم على كل الشهداء الذين فقدناهم بهذا الطاعون وهذا الوباء، ونستطيع أن نبشر أنفسنا وغيرنا بأن الذي مات في هذه الظروف فهو شهيد بنص النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: المبطون والمطعون شهيد. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقي جميع شعبنا، يعني الأهول والأصعب. وكما قلت، نحن نتحرك، طبعا هناك ناس لابد أن يتحركوا مع أخذهم بكل هذه الاحتياطات، لأنه لو كان كل الناس مثلا تدخل في هذا الحجر الصحي على مستوى البيوت فلتعطلت مصالح العباد، ما عودش عندنا كهرباء، ما انترنت، ما كانش. فلهذا ربي عز وجل دائما يوفق ويسخر ناس لناس. فالإخوة اللي قاعدين في الديار الحمد لله بدينا نلاحظوا، يعني شوية بدينا نلاحظوا بعض التحسن على مستوى الوعي لعائلاتنا ولإخواننا وشعبنا أنهم يقعدوا في البيت، ولكن مع هذا مازال ناقص، يعني مازال ناقص. الإنسان ما يخرج إلا لضرورة، والإنسان اللي راه يخرج في غير ضرورة فراه آثم عند الله تبارك وتعالى، لأنه يعني يا إما أن يلقي نفسه إلى التهلكة أو أن يكون سببا في إلقاء هذا العدوى إلى غيره، وفي كلاهما فيه مخالفات شرعية. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، ويقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فهذا نهي من الله عز وجل، والنهي حكمه هذه لام النهي، يعني هي تقتضي التحريم. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا يورد مصح على ممرض، يعني وهذا الحديث صحيح، يعني الإنسان اللي يكون صحيح ما يروحش عند المريض، والمريض ما يروحش عند الصحيح. وهذا هو قالها النبي عليه الصلاة والسلام منذ 14 قرن، وها هو اليوم العالم كله كأنه يستجيب لهذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. فنقول لإخواننا وشعبنا: مكوثكم في البيوت هو مصلحة شرعية، مكوثكم في البيوت هو إعانة ومساعدة لكل المجتمع، على أساس أننا نقيد ونعزل هذا الفيروس، بل نقتله، يعني إذا حبينا نقتل هذا الفيروس، لأنه عنده ساعات يكون على أسطح الوسائل هذه، عنده ساعات. فإذا احنا ما خرجناش وقعد وحده راه يموت، ولكن لما نخرجه ويلصق فينا رانا نكون سبب باش ننقلوه إلى العشرات من الناس. فنقول لكم جزاكم الله كل خير على هذا الالتزام وهذا المكوث في البيوت، ونسأل الله تبارك وتعالى لكل المتحركين الذين يجاهدون في سبيل الله، اليوم نقول مجاهدين في سبيل الله عز وجل، هؤلاء المجاهدون من أعوان سلك الأمن ومن الحماية المدنية ومن الأطباء وشبه الطب وكل الإعلاميين في قنواتهم في إذاعاتهم في صحفهم، كل هؤلاء الجنود المجندة، المجتمع المدني كذلك، أخي محمد من الجمعيات والشباب الذين يتحركون وهم يعني يعرضون أنفسهم على الخطر، نقول لهم احتسبوا هذا عند الله عز وجل، ولنبقى واقفين إن شاء الله
متضامنين متحدين حتى يرفع علينا الله عز وجل هذا الوباء بعون الله تبارك وتعالى. إن شاء الله بحول الله. شيخ لا شك أنه الجزائري دائما فيه الخير وخير. اليوم كثير من الزملاء التقنيين هنا والصحفيين يقولون كيفاش نعاون، يقولون نحن موجودين، نحن وقف لله سبحانه وتعالى، يقولون فقط وش نديروا. ولا شك أنه ملايين الشباب، ملايين الجزائريين الآن واقفين أنفسهم من أجل محاصرة هذا الوباء الذي للأسف لو طبقنا فقط تعليمات العجز يعني الحجر الصحي لم انتشر، ولكن للأسف هناك بعض الخروقات على قلتها ولكن ربما تسبب خطر. الشعب الجزائري الآن كل نذر نفسه، قال نحن تحت التصرف، ماذا تريدون أن نفعل؟ نحن تحت التصرف. نعم شو أخي محمد، نعم الآن فيه تجارب في العالم صارت بينت لنا بأن هذا الحجر الصحي هو الحل الوحيد. الصين اليوم هي المثل الأعلى. الصين التي بدأ عندها الوباء وانتشر إلى الآلاف وقتل الله أعلم يعني أكثر من يعني كذلك الآلاف أيضا بالآلاف. نعم. اليوم لما التزموا بالحجر الصحي داخل البيوت وانضبطوا، اليوم الحمد لله شوف يعني هم الأولى في العالم اليوم اللي يعني أصبحت الإصابات عندهم يعني شبه منعدمة. وزيد احنا كمسلمين احنا رانا نقولوا دائما نستجيب لله عز وجل، ولو أن الآية في سورة الأنفال يعني مرادها عند المفسرين هو قضية لما يحييكم هو الدين هو الإسلام هو العقيدة، ولكن نستطيع أن يعني يكون لها معنى هذا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فحتى هذه الحياة الدنيوية الحياة البدنية هذه لها مقصود، فبالتالي نحن نستجيب لله ونستجيب لرسول صلى الله عليه وسلم ونستجيب لكل هذه الأوامر أو هذه القوانين التي وضعتها الحكومة الجزائرية من أجل مصلحتنا. فنزيد نعود نقول لخوتنا اللي راه عرف وتوعى يخبر خوه اللي ما راحش ما توعاش، اللي نقول لهم اللي نخبرهم ما نخلوهمش يخرجوا. وكذلك اسلاك الامن وكاع كذلك لابد ان تلعب هذا الدور. نعم. هنا ما كانش لابيتي يعني هنا ما كانش يعني التهاون، هنا جريمه يعني هنا لما راك يعني انت تطبق عليه القانون لمصلحته، هو مسكين غافل ما يعرفش مصلحته، فانت لما تحجره. نعم. لما تمنعه فانك في صالحه وفي مصلحته ومصلحه الجزائر. نعم. كثير ايضا من القطاعات الحساسه الان موجودين في عملهم، الناس اللي في النظافه، الناس اللي راهم في سوناطراك، في سونالغاز، كثير من القطاعات الحيويه هناك بعض الناس يسبلون بانفسهم على بمقابل انهم يقدموا خدمات للجزائريين. شيخ ايضا بيقولوا لي في التقنيين اللي ذكرتهم وغيرهم تاع الشروق يعني. نعم. نقول لهم جزاكم الله كل خير، وما لازمش يعني ما لازمش كاع نتوقفوا على العمل، يعني فيه ناس هادو نعتبركم مجاهدين. نعم. ان شاء الله مع الاحتياطات لابد. نعم. من الاحتياطات. نعم. يعني كل الاحتياطات وخاصه غسيل اليد والجال هذاك والاذان والكمامه مثلا في وقت معين منضبط، هذا كله ان شاء الله احتسبوه في سبيل الله عز وجل. ولكن لما ترجعوا للبيوت، لما نرجعوا لبيوتنا ماذا بينا نعتزل؟ إذا كان أنا قلت مرة اللي فاتت إذا كان عندنا مثلا مش عارف أنا أفطروا ولا أفكات ونقدوا نكونوا كل واحد في غرفة، فلنفعل ذلك يعني ماذا بينا نكون إن شاء الله. نعم. ونزيد نقول خاوتي اللي قاعدوا في البيوت انتهزوا الفرصة، هذه جاتنا فرصة كأنها مصيبة ولكن فيها منحة من الله عز وجل. ما كناش نتلاقوا بعائلاتنا دائما في الدار، ما كناش نصلوا جماعة في الدار، انتهزوا الفرصة. يعني خلوا العائلة تلتقي دائما، تحاوروا في الدار، قصروا على هذا الموضوع وغيره، اقرأوا القرآن، ديروا لوحكم أوراد قرآنية، ادعوا الله عز وجل، صلوا جماعة في البيت وادعوا الله تبارك وتعالى، لأن من بعد كل هذه الأسباب لا يبقى لنا إلا الله عز وجل رب الأسباب ليرفع لنا هذا الغبين إن شاء الله. إن شاء الله بحول الله. شكرا لك شيخ فيزازي. سيكون معنا في آخر الحصة أيضا مجموعة من الشباب الذين نذلوا أنفسهم لخدمة هذا الشعب، وأيضا نشكر كل الذين ساهموا معنا في حملة شكون يلبس الطبيب من مواطنين بسطاء، من فقراء، من رجال أعمال، من مؤسسات اقتصادية كبرى. جزاكم الله كل خير. هكذا هو الجزائري، هكذا هو المسلم، هكذا هو الإنسان، دائما ينجح في مثل هذه الامتحانات. إذن في برنامج وفاعل الخير تعودتم أن نبدأ البرنامج دائما بما يدخل السرور علينا وعليكم. في ركن بقية القصة نعود بكم إلى قصة رويناها لكم قبل 6 أشهر لعائلة بن عيسى من الحروش من ولاية كيكدا. هذه العائلة كانت تعيش في ظروف صعبة، مكونة من 10 أفراد، 2 منهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، كانوا بحاجة لكل المساعدات. نشوفوا ما الذي تغير في حال هذه العائلة مع الزميل أحمد زوغاري وزميلة جودي هدى. هكذا كان المرور الأول لعائلة بن عيسى من الحروش ولاية سكيكده
10 أفراد، اثنان منهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، كانوا يعيشون في بيت غير مكتمل بمنحة تقاعد الوالد وبحاجة للدواء والحفاظات لأميرة ولمياء. واقع مرير تحدته الأم بكل إرادة. عايشين في الميزيرية درك 33 سنة، وأنا مع البنات نترافع، عايشين يعني ميزيرية مكازية، في ماكلتهم في شرابهم في كل حاجة، مخصوصين في كل شيء باش نكمل الدار. ما عنديش بابهم، ما لحقش عليهم، ما قدرش يوفر لهم طلبات مخلاه، حاشاك حفاظات الكوش حصلنا فيهم. صرخة هذه العائلة وصلت للجزائريين من خلال برنامج وافعلوا الخير، هبة تضامنية واسعة من مختلف ولايات الوطن مكنتها من محو آثار حقبة زمنية أصبحت ماضيا بعيدا يتلاشى مع مرور الأشهر والسنوات. بفضل مؤسسة الشروق والناس الخيرين اللي عاونونا وقفوا معنا، كثر خيرهم ويرحم والديهم. كانت الدار مش معمرة عمرتها، كانت مش مخدومة خدمتها، البنات كانوا ما عندهم لا غطالة فراش شريت لهم، والحمد لله كثر خيرهم كثر خيرهم. هكذا أصبحت تعيش عائلة بن عيسى فرحة كبيرة غيرت ملامح أفراد العائلة بعدما كان الصمت والأنين يخيم على كل ركن من أركان البيت وعلى وجه كل فرد من أفرادها. نطلب من اللي يشوفوني كاملين ساهموا معايا يعاونوني في لمية وبيرة إن شاء الله. في الكوش تاعهم وفي حوايجهم اللي يستحقوه، وكثر خيرهم واستكثر خيرهم ويرحم والديهم وربي يسرهم وربي يخليهم وسط الشروق إن شاء الله. والله الحمد لله نشكر ربي إن شاء الله على النعمة وعلم الدلة اللي سخر الناس لينا إن شاء الله. ملحمة أخرى صنعتموها وصورة أخرى من صور التضامن والتكافل رسمتموها بإحسانكم وتفاعلكم في كل مرة، فألف شكر لكم يا أهل العطاء. ألف شكر لأهل العطاء الذين وقفوا مع حالة عائلة بن عيسى. بارك الله فيكم، كثر خيركم، جزاكم الله كل خير، أمانتكم وصلت عن طريق مؤسسة شروق الخيرية وشفتوا التغير الكبير لهذه العائلة. شيخ اليوم أيضا الجزائريين يضربون مثال كبير جدا، شفنا عائلة بن عيسى كيف كانوا وكيف كان حالهم وكيف صار. الحمد لله، الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، لك الحمد يا ربي ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وهذا ليس بالشيء البعيد عن هذا الشعب الأبي، الشعب الصادق، الشعب المخلص. وبمثل هذا الفعل هم هؤلاء الإخوة المحسنون هم ينتفعون لأنفسهم ولعائلاتهم، ولكن كذلك بسببهم ننتفع كأمة. لأن الله تبارك وتعالى كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ارحموا من في الأرض، هذه رحمة. الإنسان الذي كان تبكي، الإنسان الذي كانت مغبونة بلا دار بدون أثاث بدون مغبونة في كل شيء، اليوم راه ارتحمت وراه تدعي في ربي عز وجل وفرحانة. فهؤلاء الذين رحموها سيجعلون الله تبارك وتعالى يرحمنا، ورحمة ربي عز وجل اليوم نطلب منه عز وجل أن يرفع علينا هذا الوباء. فانتبه محمد إلى قضية هذا العمل الخيري وآثاره الإيجابية في المجتمع. كذلك في حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وماذا يفعل هؤلاء المحسنون إلا أنهم يعينون إخوانهم. فلهذا إخواني، رغم الألم ورغم الضرر ورغم الوفيات ورغم الإصابات، فإننا مطمئنين بعطاء الله عز وجل وبرحمة الله تبارك وتعالى. نحن نعمل ونأخذ بالأسباب، ويبقى المسبب هو الذي يرفع علينا هذا الأمر إن شاء الله تعالى. شكرا لك شيخ فيزازي، بارك الله فيك، جزاك الله كل خير على كل هذه الكلمات الطيبات. الشكر موصول لكل الذين ساهموا معنا في تغيير وضعية عائلة بن عيسى من سكيكدا. لا نعلمكم، حسبكم أن الله سبحانه وتعالى يعلمكم. القصة الأولى في هذا العدد من ولاية سعيدة هي قصة لحالة الطفل في شفوش جواد من بلدية عين السخونة من ولاية سعيدة، يعاني من تشوه على مستوى الرجلين وبحاجة عاجلة لتركيب رجلين صناعيتين قيمتها 62 مليون سنتيم. زميل خليفة أبو علام زار هذه العائلة وعاد لنا بهذا التقرير الذي قرأته لكم زميلة جودي هدى. سيتنافس الخيرون في تحقيق حلم جواد بحول الله. جواد ووالدي حاضرين معنا، سيدة حليمة وسيد بن علي، مرحبا بكما. مرحبا بك سيد بن علي. الحمد لله. الحمد لله. وش تخدم أنت بن علي؟ حارس بلدي. حارس بلدي. وين؟
بلديه عين السخونه ولايه السعيده. الله يبارك، تخدم في مدرسه ولا في البلديه؟ لا في البلديه. في البلديه، البلدية. الله يبارك. الله يبارك. وبن علي جواد شحال في عمره؟ 6 سنين. يقول راه راح نعم في خمسه و نعم زاد هكذا جواد. تشوه خلقي. نعم الان كي بدا يكبر بدا يعرف باللي هو مختلف على غيره. نعم كيفاش راهو عايش يومياته؟ كيفاش راهو واش يحكي معاك؟ مش والله يقول مغبون يروح يقرا على الكابي خطرات ندوه كروسه بصح حتى يبغي يتحرك هو يبغي يلعب يبغي يشوف قرينه يلعبوا منا يبغي يخرج كاع نبلعوا عليه ويحل الباب ويخرج. الله غالب هو نعم اصحابه يخرجوا يخرج. نعم هيا نفسيا ماهوش نعم ان شاء الله خير. قيمه الرجلين الصناعيتين 62 مليون. وين يندارو الرجلين؟ في وهران. في وهران خلاص درتوا القياسات وكلش؟ مازال غير تدفعوا؟ لا هو شافاه الطبيب ومنا ودار فاتوره نعم القياسات هذيك وقال لنا 62 مليون. ان شاء الله ان شاء الله خير. ابشر خير ان شاء الله. نسمعوا برك من الوالده تاعو حليمه. سيده حليمه اثرتي فينا بزاف لما زاد لك المزيود الزاوج. واش كان سؤاله الاول جواد؟ لك اول ما دخلت من السبيطار قال لي شوفي وري لك العيل. لحد الان يسلم لنا على كرعي لدروك. نعم في الليل هكا ما يرقدش بلا ما يسلم لنا على كرعي. يقول لهم مزيان ربي تعطيك كرعي ماشي كيفي انا. المهم دائما نتاثر دائما عنده الكرعين دائما يشوف فيهم دائما هكا صبابيط. انا خوها راه عندها 8 سنين والله ما نشري له الصباط في قبل هو خاطر يليق نشري لهم الزوج. هو يقعد يلبس فيه يقول لي كي ندير نلبسه. نعم يعني تشري له ما عندوش وين واه يشري له نشري له الشانكلا نشري له كلاكات نشري له كيما نشري لخوه نشري له. نعم ولكن يبقى يشوف فيه يبقى يشوف فيه خاطرش يديرو في يديه ولا لاخاطرش هكا يديرو في يديه ويتمشى به. نعم ان شاء الله خير. ولكن انا نشوفه صحيح هو بصح حيوي. نعم شفته ما شاء الله حيوي وصامد يعني ما شاء الله على سيرته. نعم حتى يكون عندهم يعيوك يديروا له باش ما يخلوش هكا يليق يخلو في الكروسه ولا لا ما يبغيش. نعم. يروح لهكا البلاصه اللي ياكلوا فيها يروح يجري. نعم عطاوه المعدل ولا مازال؟ لا عنده تحضيري. تحضيري مازال ما تدخلش ان شاء الله خير. يحكي نقدروا نسمعوا له جواد. تفضل جواد. السلام عليكم. السلام عليكم. واش راك جواد لاباس؟ لاباس. مال تتفرج تلفزيون ولا لا؟ لا واش تتفرج في التلفزيون؟ وفعل الخير. وفعل الخير. نعم انت مال في تشوفها في التلفزيون. اليوم راك زرتنا شافوك الجزائريين راح يوقفوا معاك ان شاء الله. واش راهو في خاطرك جواد؟ واش راك متمني؟ واش تحب؟ عندك العاب في البيت؟ عندك العاب؟ نعم ما عندكش العاب؟ ما عندك عندك العاب ولا لا جواد؟ ما عنديش. دوك نعطوك دراهم ان شاء الله باش تشري العاب ان شاء الله ونزيدوك شويه دراهم باش يوليو عندك رجليك كيما الاطفال ان شاء الله. راك متمني يكون عندك رجلين؟ ما تخافش الله يخليك ان شاء الله. شكرا لك. نعم اعطيها الميكروفون فقط. نعم كان واحد يعطيه غير قرض خبز ولا يعطيه حاجه هكاش يمدوا له دراهم ولا دائما هذه الكلمات الله يعطيك ما تتمنى ربي ينجحك الله يعطيك ما تتمنى ان شاء الله. واليوم هو عطاه ربي ان شاء الله ما يتمنى ان شاء الله ان شاء الله ويركب الارجل الاصطناعيه ان شاء الله ويرجع لحياته الطبيعيه بحول الله ان شاء الله. شيخ اليوم جواد راهو زارنا متاكدين باللي الخيرين راح يتنافسوا عليه ونحن نعيش الظروف الكبيره هذه. اكيد الحمد لله. تشوف جواد حتى في وجهه يعني في حركاته في هذيك يعني تحس بانه انسان مش عادي يعني تحس بانه انسان عنده سر وهذا السر يقعد معاه. انا نقول برك انه هذا الوليد ان شاء الله تبارك وتعالى هو باب من ابواب رزقكم ان شاء الله باب من ابواب سعادتكم بعون الله تبارك وتعالى. وانتم والديه واقفين معاه هكذا يعني فرحانين غير ديك الحركه تاعو فوحده الله عز وجل يعلم ما عندكم من اجر عند ربي عز وجل. ولكن اليوم الامل هو هاد الجزائريين الحرار اللي راهم يشوفوا فيه في هذه الظروف العصيبه. وانا نظن ان اليوم كل واحد فينا محمد يتمنى يكون سبب باش يرجع الفرحه كامله لولدنا جواد عن طريق ان شاء الله هذه بخوتاز اللي نداروا له. عند من في وهران؟ عند من؟ في الصديقيه. ما تعرفوش لا كلينيك شكون؟ ان شاء الله الميكروفون فقط الله يحفظك. نهار يجوا ان شاء الله نهار يجوا لوهران يليق نتلاقى بكم بعون الله تبارك وتعالى ويكون غير خير ان شاء الله. انا مطمئن كثيرا. ولكن اخواني المحسنين والمحسنات امامكم لو نيميرو سي سي بي. ساعدوا وان شاء الله في اقرب وقت بعون الله تبارك وتعالى ويا ربي محمد نكون ان شاء الله الكورونا يكون من خبر الماضي ان شاء الله ونجو يجي الجواد ونخلوه هنا يجي قدامنا في البلاطو فرحان. ما اجمل هذه الفرحه وما اجمل رحمه ربي عز وجل علينا. اذا نسال الله تبارك وتعالى ان شاء الله ربي يكون غير خير وعقلي اطمئني ان شاء الله يكون الخير ويجي هنايا يجري. بصح جيبي معك البوله جي معك الكره باش هنا تلعب معنا تلعب قدامنا شويه ماشي بركابك. ها جواد ما تضربهاش بركبتك تقدرها برجلك ان شاء الله.
ان شاء الله. شكرا لك سيده حليمه. ان شاء الله امنيات جواد تتحقق ان شاء الله بسواعد الرجال والنساء اللي راهم يشوفوا فينا الاحرار والحرات. من اراد ان يقف مع جواد ارقام الهواتف موجوده اسفل الشاشه، يمكنكم التواصل او زياره مراكز البريد وارسال اماناتكم الى الحساب البريدي الذي يظهر اسفل الشاشه. الحاله الثانيه والقصه الثانيه في هذا العدد هي قصه عائله دويه من دوار الحايليه بلدية بلعسل من ولاية غليزان. هي قصة لأرملة تعيش مع أربعة أيتام ويعيشون في بيت آيل للسقوط في أي لحظة. نشوف هذا التقرير ثم نستقبل من يمثل هذه العائلة. تعيش عائلة دوية القاطنة بدوار رحيلية ببلدية بلعسل بوزقزة في ولاية غليزان حياة بائسة ومليئة بصور الحرمان والفقر المدقعة بغياب أدنى شروط العيش الكريم. حليمة أرملة وأم لأربعة أبناء، إحداهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، تحمل هموم الدنيا على كتفيها في بيت نخر السوس في أخشاب سقفه وجدرانه، ولم يعرف أيهما يقاوم برودة الشتاء أم حر الصيف. كتشوف الحالة اللي راني عايشة فيها كما يقول لك لا يرتع لها، ضعف تاع المعيشة، الفقر، البرد فيا الصيفية كلش فيا. تروي السيدة حليمة كيف قضت وتقضي أيامها الصعبة بنبرة صوت تحمل الكثير من الألم وبكلمات بسيطة عن حياة تحياها بين جدران الفقر والمرض. هي زادت كيما زادت كيما هكا، بصح ما عندناش باش نعالجها. حاشاك الحفاظات ما كاش داني، ما عنديش باش نشريهم لها. والله أمني دروك دروك لحد الآن ما كاش الحفاظات، ما كاش. الناس يفرحوا للشتاء، يفرحوا لأنه باش طيح لهم وأنا نخاه منه. أمني كيما ديجا البارح شطر عادي يضرب وش قلت صايل غدوة نسحوا برا. هاك تشوف الدار تقطر من الأغنية ميديتي. تحصلت عائلة دوية مؤخراً عن المنحة الخاصة بالسكن الريفي، إلا أن أشغال البناء توقفت لعدم قدرة العائلة عن استكمال إجراءات البناء. ما قدرتش باش نكملها كما راكم تشوفوا، ما قدرتش. قاعدة غير في الدار وكوزينة منها ما قدرتش. منهم يعاونوني، يعاونوني بأي حاجة، أي حاجة في المريضة ولا في سكنة ولا في أي حاجة، المهم أي حاجة يعاونوني بها. لا كيما يقول لك اللي كان عندهم درجة إحسان ولا درجة إيمان ولا يقول لك في وجه هذه المعاقة في وجه الملائكة، هذا ما كان. ودعنا حليمة وأبنائها وتركناهم في غرفتهم المعتادة على أمل أن نعود إليهم يوما لنكمل بقية القصة في جزئها المشرق. فإن أنتم يا أهل الخير. شفنا صور هذه القادمة من ولاية غليزان لهذه العائلة، عائلة دوية. العائلة طبعا تعيش ظروف اجتماعية قاسية وقفنا عليها. سيدة حليمة ربة هذه العائلة حاضرة معنا، مرحبا بك سيدة حليمة. مرحبا بكم. مرحبا بك سيدة حليمة. نعم. مانيش عارف منين نبدأ. شحال عنده الزوج تاعك من اللي توفى ربي يرحمه؟ عنده 9 سنين. 9 سنين ربي يرحمه. آمين. 9 سنين وانت الأم والأب في هذه العائلة. نعم. هي الأم والأب. أنا الأم وهي الأب كلش. نعم. خلالك حاجة خلالك؟ خلالي اللي درت بصحة ما قليل. نعم. الولد 25 عام فيه إزماتيك، المريضة أونديكابي، ما قدرتش الله غالب، ما قدرتش باش نعاونهم ولا باش نطلعهم الله غالب. نعم ما قدرتيش، ولكن شفناك تكافحي. كافح كافح. تقاومي وما سمحتيش في ولادك ووقفة معاهم. ما سمحتش. نعم واجبك ولكن حيوك عليه. تسكني في هذاك البيت؟ هذاك البيت تاع وراثي ماهوش تاعي، تاع وراثي. نعم. ساكنه فيه بصح. استفدتي من البلديه عطاوك سكن ريفي؟ نعم استفدت. شحال عطاوك القيمه الماديه؟ 70 مليون كالعاده. 70 مليون بصح ما طقتش. 70 مليون ما تقدريش تكمل، يستحيل تكمل 70 مليون البيت تيش. كامل. حبستي شحال عندك ملي وانتم حابسين في الاشغال؟ عام. عندك عام ما زدتوش حتى حاجه؟ ما زدناش حتى حاجه، ما زدناش حاجه. نعم ان شاء الله خير. وكيفاش راكم عايشين؟ عندك بنتك الصغيره هذيك راكي مقابلتها؟ شفنا ايضا ظروف البيت ما راهيش مهيئه، ما عندكم والو فراشات؟ ما عندنا والو، كيما شفت في الفيديو كيما رانا عايشين عيشه زعما غير كيما يقول لك الدنيا طايقين فوقها وصاي، والحمد لله يا ربي.
بصح زعما نقولوا حنايا الجمعيه تاع كافي اليتيم تاع بالحسن بوزكزه شويه عاونتني زعما في السيمه وفي الاخر بصح الله غالب ما كانش المحسنين باش يعاونوني، ما كانش ما لقاتش المحسنين لا غالب عيات كيما دي مسكينه وما طارتش باش تعاوني ولا دير لي معاها نقول حنايا بيبان ولا تياق ولا حاجه ما كانش. نعم المحسنين اللي عاونوا ما كانش كي شغل فرح برك ما قدرتش، ولكن يبقى الامل ان شاء الله مرور في برنامج وفاء الخير ان شاء الله سيفتح لك الباب وصورتك تصل الى كل المحسنين اللي يقدروا يعاونوك ان شاء الله. اذا العاجل هو انك تستكملي البيت وتسكنيه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله سيكون ذلك بحول الله رغم هذه الظروف الاجتماعيه او عفوا الظروف اللي نعيشوها الان الصحيه، ولكن ان شاء الله بحول الله الجزائريين راح يقفوا معك. شيخ اليوم ارمله اربعه ابناء، الأكبر يعيش أزمة مع مرض مزمن، عندها بنت من ذوي الاحتياجات الخاصة وبيت غير مستكمل يعني. الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله بإذن الله عز وجل. أولا قبل ما نوجه رسالة لإخواني المحسنين كذا حبيت نقول لك أبشري خيرا وابتسمي إن شاء الله تعالى، لأنه مدام فتي في وفعلوا الخير في هذا البلاطو وخاوتك يشوفوا فيك فأنا متأكد إن شاء الله تبارك وتعالى أنكم في خير، وخاصة أن عندكم يعني جمعية كفي اليتيم على المستوى غليزان أظهرت إخلاصها وأظهرت عملها الجدي في الميدان إن شاء الله تعالى. والآن بعد راهي قائمة ببيت آخر ترمم فيه وكذا كانت اللي مع علاقة ما وفعلوا خير، وأنت إن شاء الله ستكوني ثانية بعونه تبارك وتعالى. أنا متأكد إن شاء الله البيت تاعك يكمل ويزيد يفرش يعني إن شاء الله، وتكوني في حياة عزيزة كريمة إن شاء الله يا ربي. ولكن بعد الله عز وجل هذا الشيء كله أنتم إخواني وأخواتي نساء ورجالا في الداخل وفي الخارج هم الذين يقومون بهذا الخير. إذا أنتم اتصلوا بالبرنامج أو عن طريق الحساب وسترون إن شاء الله بأمهات أعينكم في الأيام القادمة هذه الأخت الكريمة وغيرها في السعادة والفرحة، وبعد كل هذه الصداقات التي تقدمونها وكل هذا العمل الجليل الذي نقدمه نقول بأن بهذه الأفعال سيرحمنا ربي عز وجل وسيرفع علينا هذا الوباء بعون الله سبحانه وتعالى. ممكن أنتم الجزائريين أصحاب الخير تكونوا سبب في رفع الوباء على كل العالم بعون الله تعالى، لأن ربي عز وجل كما قلت في البداية ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وإخواني على مستوى جمعية كفي اليتيم يعني إن شاء الله تعالى اقعدوا على تواصل مع برنامج وفعل الخير، وتكونوا إن شاء الله أنتم اليد والسواعد التي تقوم بهذا الأمر، وخاصة أنها أرملة. وأبشركم بما بشركم به رسولنا صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. فنسأل الله أن يتقبل منكم جميعا إن شاء الله. بس بغيتك تتبسمي شوية. هذيك شو محمد ماهيش الكمامة ولا هذه دوريجين ألجيريان العجار يا خويا هذا تاع الجزائريه ما شاء الله. فلهذا التبسيمه تاعك هذه ان شاء الله ستتواصل انطلاقا من هذه اللحظه ان شاء الله تعالى، وتفرحي بعون الله تعالى ان شاء الله. شكرا لك شيخ فزازي. اذا المحسنون والخيرون مدعوون للوقوف مع هذه العائله، اللي حب يساعد يحب يساهم ما عليه انه يتواصل عبر الارقام التي نضعها لكم، والله لا يضيع اجر المحسنين. ركن بصمه، تخيل نستضيف فيه عينه من الشباب الشاعر الذي يشعر والمحس بما يعني يحيط بنا من أخطار. هم مجموعة من الشباب فضلوا أنهم يكونوا خدام لهذا الشعب وخدام للجزائريين في هذه المحنة التي نعيشها، جمعية لمة خير، ولكن بعد هذا الفصل. إذن ركن بصمة خير، يتحضر معنا جمعية لمة خير شاب تشينا وسيم من بومرداس. مرحبا بك وسيم. مرحبا بك، بارك الله فيكم. ودوم مبارك إن شاء الله. آمين إن شاء الله. ربي يحفظك إن شاء الله. جمعية لمة خير شحال عندكم وجود؟ شحال عندها وهي موجودة؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد نبدأ بتحية الإسلام وهي السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم الاستضافة هذه، حصة ما شاء الله لقناة ما شاء الله لصحفيين في المستوى، بارك الله فيكم. توجور يعني تخدموا بشيء يعني الخير يرقى ويكمل ويزيد إن شاء الله وتنشروه، بارك الله فيكم. نبدأ يعني نبدأ صغيرة على أكبر تجمع طلابي خيري هنا في السونتر اللي هو المثل الخير، يضم طلبة جامعيين
من مختلف جامعات ولاية تيزي وزو، جزائر عاصمة، بومرداس وبليدة. يعني الطلبة هذو من بومرداس ويقرأوا في مجموعة من الجامعات هكذا؟ لا لا، كاين فوالا كاين بومرداس يقرأ في جامعات واحدة أخرى، وكاين اللي من بليدة ويقرأ في بليدة. ثم هذا المجموعة الطلابية الخيرية راهي تضم شباب من أربع ولايات. برسك انا حاكمين سونتر كومبلي، بدينا لو 3 نوفمبر 2018، درنا خرجت للسبيطار، دار الايتام، دار العجازه، درنا وقفه رمضان، حوايج العيد اللي تما، كسوه اليتيم، درنا ايضا يعني محفظه اليتيم، درنا حمله شتاء دافي، انا نخدموا عندنا كل جمعه نخرجوا يعني في مدينه بودوا وقرصو بومرداس، الناس اللي تبات برا بدون ماوى ربي ان شاء الله يفرج عليهم، ندير لهم وجبه العشاء. رانا يعني تبنينا حملات توعوية ويعني إرشادات ونمدوا مطويات وفرق مامات ويعني معقب في هذه الفترة يعني الصعبة اللي راح يجوز بها وطننا الحبيب إن شاء الله، اللي نسأله يعني ربي سبحانه إن شاء الله باش نخرجوا إن شاء الله من الأزمة هذه إن شاء الله، والأزمة هذه نخرجوا منها يعني حاجة لولا نتكلوا على ربي سبحانه ثم نتخذوا الأسباب إن شاء الله. نعم. ويعني إحنا رانا هنا يعني جاهزين. نعم. كنا أعلنا باللي يعني ما زعما ولا اقتضى الأمر يعني ما ولينا ما نقدرش نخرجوا ولا عادي. نعم. حلف تفضل. نعم. الحين نتكلموا على كثير من التفاصيل، لأنه تعرف إحنا على الأقل جيلنا ما عاشش أزمة كما هذه مثل الأزمة التي نعيشها الآن، انتشار وباء كورونا، والوباء طبعا جاء عليه إجراءات كثيرة قامت بها الدولة الجزائرية وهي مشكورة، لأنه تعرف أنه الآن الوقاية أحسن من ألف علاج، خاصة في هذا المرض اللي مازال ما عندوش لقاح واضح وموجود في السوق. الآن نفتقر لثقافة ظروف انتشار وباء، ما عندناش هالثقافة. ربما أنتم كشباب راكم تتلقاو وراكم تفكروا، وشنو هي أهم الأفكار اللي عندكم الآن، سواء أفكار للمجموعات والفضاءات الشبانية اللي تقدم منافع للآخر، أو الأفكار اللي لازم تكون التي يجب أن يتحلى بها كل مواطن جزائري. يعني أكيد أنكم فكرتوا تلاقيتوا تناقشتوا وخرجتوا بأفكار وملاحظات، وماذا بينا نسمعها؟ بارك الله فيك. في ظل هذا الحجز المنزلي يعني الواجب على كل جزائري وجزائرية باش نوقف الانتشار تاع المرض هذا ان شاء الله، وان شاء الله باش يعني يحبس وربي يرفع علينا الضر هذا. اول حاجه احنا تفاهمنا بيناتنا، ما احنا في اتصال مع الجمعيات يعني ونخدموا احنا بالتنسيق باللي نقدروا احنا نخرجوا نوفروا لهم الاكل يعني الادويه، ما كاين ناس زعما عندها امراض مزمنه كما زعما الكوادر ولا السكر ولا لازم له يخرج يشري دواء. احنا تبنينا يعني الفكرة ان احنا ينقوم عليهم باذن يعني الله. يعني في الفيسبوك توضعوا ارقام هواتف، قال اي واحد يحتاج حاجه نجيبوا له، لما تروح تدي من عنده دراهم هذاك المقابل، تحتاج فارماسيان انا نروح نجيب لك، تحتاج سلعه نجيب لك هكذا. بارك الله فيك. نعم. نديروا يعني في مواقع التواصل الاجتماعي نحطوا منشور، قال زعما هاوليك حنايا رانا احنا اللي راح نتكفلوا، يا اخي انت تواصل معنا ما على الرسول الا البلاغ، انت بلغنا وحنا ان شاء الله نوصلوا لك الاحتياج تاعك، وتنحطوا اعلانات برا. نعم. يقدر يعني واحد هكذا يخرج ولا يشوفهم ولا يعني احنا المهم راح ندير يعني لامبوسيبل حتى عن طريق القنوات الخاصه نحطوا الارقام تاع الهواتف تاعنا ونتبناوها يعني هذه باللي حنايا نتكفلوا نوفروك، يعني ريحوا في بيوتكم برك باش ان شاء الله يحبس المرض هذا، وحنا راح في سبيل الله اولا ثم في سبيل الوطن الحبيب هذا احنا رانا نتكفلوا وراح نتحملوا ان شاء الله المسؤوليه باش كثر خيركم بارك الله فيك. تبنوا مثل هذه الافكار تكون موجوده في كل البلديات في كل الولايات، لانه جمعيه واحده لا تكفي لتلبيه احتياجات. نعم. كل الناس اللي راه موجودين الان في البيوت، ايضا قلت لي في الكواليس انه عندكم افكار للناس اللي قاعدين في البيوت، تعرف اللي يقعد سمانه سمانتين ان شاء الله ما تكونش اكثر يحس بالملل. يعني احنا الايامات الاولى قبل الحجر الصحي الناس ما قدرتش تقعد في البيوت. صح. لانه والفت الحريه المطلقه. الله. اليوم فيه حجر ولا حجز في المنزلي، عندكم افكار للناس اللي مريحين تبدوا لهم افكار وش يديروا في البيوت؟ اكيد اخي الكريم عندنا افكار وعندنا يعني بزاف صوالح جبنا يعني قلنا نبروبوزيهم للناس اللي تريح في الدار، بما ان المجتمع الجزائري معروف مجتمع حيوي وحنا الناس تاعنا ناس حيويين ماشي ناس زعما هكذا اللي تقعد في الدار، ولا جبنا لهم افكار ان شاء الله يجسدوها على ارض الواقع. وهذه الافكار ان شاء الله بار اكزومبل اليمات اللي عندها زعما هكذا ولادها نقول له زعما اللي يقرا في بريمير وسيام تقدر دير لهم زعما تحفظ لهم قرآن والتحفيز، قال زعما كل ما تحفظ حزب عندك 20 ميل ولا يعني هذه فكرة ما شاء الله، يقدر ثاني الوالد تاعهم يتطوع يلعب معهم ألعاب يعني اللي تنمي لهم الذكاء مثلا لعبة الشطرنج هكذا، يقدروا ثاني
الناس اللي راهي مقبله على اجتياز شهادات باغ اكزومبل يجوز 5 ايام ولا البيام يستغلوا هذا الوقت هذا اللي راح عندهم الفراغ اللي راح يكون عندهم باش ان شاء الله يحضروا بها ويكونوا ان شاء الله واجدين في الشهاده تاعهم. يقدروا ثاني النساء هذو يديروا لهم يعني الام اللي هي يعني هي اللي تربي واللي تكون دير لهم اسئله ثقافيه وتكافئهم عليها منها يدي يبذلوا مجهود تعلمهم بلي يبذلوا مجهود باش يعني باش يشغل يبذلوا مجهود باش يدي الحاجه لازم حتى يخدم عليها. وبيان سور ثاني اتصالات الجماعه يعني هذا سورتو هذا الوقت كي يعني الوالد يتبنى هذيك المسؤوليه تاع انا نصلي بولادي هما كون يعني كي يولفوا هذه الفتره تاع الحجر المنزلي هذا يصلوا في الدار جماعه كي خلاص ان شاء الله وتفرج الازمه يوالفوا هذيك تاع صلاه الجماعه ان شاء الله. وثاني الناس اللي كبار بار اكزومبل هم يديروا تحديات على مواقع التواصل الاجتماعي يعني لقات صدى كبير كاين تحديات يعني اللي ما عندهاش ما نقولوش ما عندهاش منفعه يعني مي الجانب الثقافي ولا الديني ولا ما راحش يعني تفيدك مليح بار اكزومبل كان نديروا تحدي قال زعما انا يا صحابي نفتحوا يعني زعما كل واحد مع اصحابه ولا الاقارب تاعو يفتحوا ان جروب ميسنجر كل واحد يمد موضوع علمي قال زعما انا نقترح عليك دير بحث في هذا الموضوع انت تقترح لي منها يعني نزيدوا المعارف تاعنا نقدروا ثاني في هذا اللي في هذا الكنزور انسان اللي يقدر يتعلم يعني لغه جديده صحيح. يقدر زعما طلقنا يعني واحد التحدي اللي هو ختم القران الكريم في هذا 15 يوم يعني الاستسلام مرفوض تماما لهذا الوباء التفكير الدائم بهذا الوباء مرفوض لابد انه نديروا بدائل ونشغلوا انفسنا بامور تنفعنا حتى لما يروح ان شاء الله الوباء نلقاو واحنا خلال هذا الحجر المنزلي ولا الاقامه استفدنا منه كان صحيح كان نازله ولكن يكون يتحول الى منحه ان شاء الله وتبقى ذكرى حسنه يعني ذكرى جميله حتى ولو نفقدوا بعض الاحباب ربي يرحمهم ان شاء الله ولكن نبقاو استفدنا منه ان شاء الله. اكيد احنا حبينا يعني هذا ما نسموهش توقف ولا حجر ولا ماذا بينا احنا كل دقيقه نغتنموها يعني ديجا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك على الوقت ومنا لازم تغتنموا صرتوا فتره الشباب صرتوا احنا رانا شباب يعني عندنا القوه وعندنا كلش لازم احنا يعني نستغلوا هذا الوقت باش الانسان يزيد ثان في يعني يزيد يكتسب معارف سواء من جانب ثقافي او الديني ولا وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله لما فيه بارك الله فيك جزاك الله كل خير وربي يحفظك جزاكم الله كل خير وسيم. جيتونا اليوم من بومرداس لأكيد أنه عندكم بصمة جميلة جدا في بومرداس أنت وكل الشباب اللي معاك ما كانش من الممكن أنهم يحضروا لأنه أيضا نحن نتقيد بقوانين السلامة العامة جزاكم الله كل خير شيخ نموذج أيضا لشباب واعي فاهم جاي للدنيا ولكن عارف فاهم مليح شيخ ما شاء الله الحمد لله رب العالمين واعي عالم وعامل عامل اللي هي المهمة فاهم عالم يعني عالم وعامل عامل ومحب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم لأنه نشد في البداية بعد وسيم يعني اسم على مسمى يعني الحطة يعني بوغوس ما شاء الله عليك وثانيا شد بدايته النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل شيء لا يبدأ ببسم الله فهو أجذم أو فهو أقطع في رواية أخرى فمجرد بدأ يتكلم بالثناء على الله عز وجل وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا تشوف الحطة تاعه يعني لا في ملبسه ولا في كلامه ولا في تفكيره وهذه هي النماذج اللي يحتاجها الإسلام مستقبلا في البلاد العربية النماذج المشوهة يجب أن تزول على الخريطة خاصة العربية أنا نظن هذه النماذج اللي تهتم بالمضمون اللي تهتم بالقلوب لتهتم بالأعمال لأن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم لما تشوف هذه المجموعات الشبابية في ظرف صعيب أنا كنت باغي نقول له ما تخافوش من الموت يعني الناس مادة أرواحها في سبيل الله عز وجل مع الفهامة واليقظة والأخذ بالأسباب أنظن أنه أجمل شيء في الجزائر هذا هو اليوم أجمل حاجة رايحين نفرحوا بها مستقبلا بعد 15 20 سنه ان شاء الله من بعد حقيقه ان شاء الله يا ربي تكون ولو بجزئيه الجزائر الجديده لانه هادو هما المستقبل ان شاء الله تعالى فنقول لكم جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم ولكن الفكره اللي عجبتني محمد ممكن يصدروها للجزائر ككل اليوم كما قال ولدي وخويا انه الجزائريين موالفين يتحركوا انا شفت شوابنيه في البلاسيطات قاعد يلعب الدومين وما على بالوش كاع اليوم لا بسيف عليك تقعد في الدار بسيف عليك من مصلحتك
كنت كانت الناس خلتنا قعدنا نخرجوا. اليوم لا، رانا في الديار الحمد لله، ما زلنا في الديار. ولكن يا لي جون تاع الجيري كاع وين ما كنتوا، المجموعات الفيسبوكيه او الشباب في الجمعيات، مهم جدا انك ديروا الارقام تاعكم وديروا يعني كاع اموركم وتتواصلوا مع العائلات اللي تواصلوا معكم، اللي خصوا الخضره تشلوا له، اللي خصوا الدواء تشلوا له، كاين مساكن يسكنوا في عمارات بدون يعني بدون مصاعد بدون اسانسير، ما يقدروش مساكن يهبطوا. انتم لي جون كونوا هنا وهكذا نصنعوا اللحمه الوطنيه، هكذا نصنعوا الاتحاد، لان هذه الابتلاءات تصنع منا لحمه واحده، وهذا هو الشيء المطلوب منا اليوم. فنقول لكم جزاكم الله كل خير. شبابنا كانوا دائما نقولوا الجزائريين هاد الشباب راح وهاد الشباب ضاع وهاد الشباب، جا الحراك تاع 22 فبراير بين بان الشباب هو من احسن الشباب على مستوى العالم في الوعي وفي الانضباط وفي السلمية. فكذلك اليوم في هذه الأزمات الكبيرة ظهروا يا شباب بأنكم قمة في الوعي وفي الانضباط وفي المساعدة والاتحاد. فربي يجازيك كل خير ولدي، بارك الله فيك، والمزيد إن شاء الله من العمل. ولكن قوم فوسكم، ولكن خوضوا كل هذه الوسائل، يعني ما نستهانوش في هذه الأمور، وإن شاء الله بهذا لي موايان دو سيكوريتي دو يعني تاع الوقاية، إن شاء الله نقدروا نوصل إلى أكبر عدد من العائلات باش نعاونوهم بعون الله تبارك وتعالى. وراء أشار ولدي يعني إلى أمور مهمة جدا في الأسر اليوم لما قاعدة في البيت، لأنه إحنا ما غير هكذا ما كناش قادرين، يعني الجلوس مع البيت، الجلوس مع الأولاد، القسرة. على بالك محمد الفيسبوك كان مفركت بزاف المرأة مع الراجل، اليوم جاء الحاج الصحي تقعد مع مولات الدار وتهدر معها والصباح والعشيه، فممكن هذيك الرابطه الاسريه تتلائم بعون الله تعالى. وربي يحفظكم ويوفقكم ان شاء الله تعالى. شكرا لك شيخ فيزازي، شكرا لك وسيم، نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، نموذج رائد، نتمنى انه هذه الافكار تكون موجوده عند كل شباب. ايضا شيخ الحجر الصحي الان هو فرصه انه نديروا ثوره اخلاقيه عندنا احنا كمجتمع، حتى بعد هذا الوباء ان شاء الله نكونوا ناس جدد، مجتمع جديد، رؤيه اقتصاديه جديده. اليوم شفنا مثلا هذا الفقراء مثلا اللي مروا معنا اليوم 70 مليون يعطيها له ويقول له يلا تكل على الله، ابني بيت اللي يسقام في 200 300 مليون. اعتقد انه ايضا بحاجه الى مراجعات كثيره في هذه المساعدات، في اقتصاديا تنمويا بحاجه الى مراجعات حقيقه شيخ، واعتقد انه هذه هي الفرصه. نعم محمد، وهنا بانت بان هذه الدنيا زائله وقعودنا فوق الارض ماهوش دائم وخالد، الإنسان لابد له من أن يرجع إلى التراب سواء بهذا السبب أو بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، فإن لم أمت بالكورونا أمت بغيره. وبالتالي هذا التذكير وهذا الوعظ ويعني وكفى بالموت واعظا وكفى بالكورونا واعظا، اليوم يخلينا نراجع حساباتنا مع أنفسنا إن شاء الله. هذه فرصة لنراجع أنفسنا مع أنفسنا إن شاء الله، ونتوب إلى الله تبارك وتعالى. وكما قلت خويا محمد، تتحسن الأخلاق والسلوكيات تاع الناس فيما هو آت إن شاء الله تبارك وتعالى إن شاء الله. شكرا لك شيخ، بارك الله فيك، ربي يحفظك إن شاء الله. اليوم أيضا برنامج وفاء الخير رغم هذه الظروف الصعبة التي يعيشها العالم، ليس الجزائر فقط، يبقى موجود فقط يتكيف مع الظروف التي نعيشها، وتعودنا دائما أن نرفع الأكف ضارعين الله سبحانه وتعالى بأن ينزل الرحمات علينا جميعا إن شاء الله تبارك وتعالى. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العلي القدير الكبير المتعال الواحد الأحد الفرد الصمد الذي بيده ملكوت السماوات والأرض القادر على كل شيء والغفور الرحيم أن يرحمنا برحمته. اللهم ارحمنا برحمتك، واعف عنا بعفوك، وارفع علينا هذا الوباء والغلاء والزنا والفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما نعلمه وما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك من الخير عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الكورونا وهذه الأوبئة، اللهم إنا نعوذ بك من هذا الفيروس ومن هذه الأوبئة، اللهم إنا نعوذ بك من هذا الفيروس ومن هذه الأوبئة، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام
وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم ارفع علينا هذا الوباء، اللهم ارفع علينا هذا الوباء. اللهم إنا ندعوك باسمك الأعظم وصفاتك العلى، لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين. يا ربي نشكو لك ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، إلى من تكلنا؟ إلى هذا الفيروس الذي يقتلنا أم إلى عدو يتهجمنا؟ لا حول ولا قوة لنا إلا بك، ولا نبالي يا ربي أن لم يكن بك غضب علينا، ولكن ها هي رحمتك وسعت كل شيء، وهؤلاء هم عبادك الضعفاء، عبادك الفقراء، عبادك العاجزين، عبادك الذين لا حول لهم ولا قوة، يرفعون أكفهم إليك ويقولون لك يا الله يا الله يا الله، نعوذ بك ونلجأ إليك ونتوب إليك ونتصالح معك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تعذبنا بما يفعل السفهاء منا. فاللهم يا ربي هذا منا الدعاء ومنك الإجابة، وأنت القائل أدعوني أستجب لكم، وأنت القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأنت القائل ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فها هو منا الدعاء ومنك الرحمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيك شيخ، جزاك الله كل خير، شكرا لكل الفرق التقنية العاملة معنا، والصحفية زميلة هدى جودي، زميل خير الدين بن زعرور، زميل خالد، أيضا زميل مولود، مراد، خضرة، كل زملاء التقنيين أيضا على رأسهم عزيز وأحمد المخرج. تحياتي وتحيات المشرف العام على برنامج وفعل الخير الأستاذ رشيد فضيل. تذكروا دائما أن غدا بحول الله يوم جميل، نفترق على الخير، لنلتقي دائما على الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفعلوا الخير باقية إن شاء الله مع الجزائريين في السراء والضراء بعون الله.